في كل موسم شتوي وما إن تكتسي الجبال حلتها البيضاء حتى تبدأ منطقة أوكيمدن في استقبال الأعداد الكبيرة للسياح المغاربة والأجانب، فترة ينتعش فيها القطاع السياحي بالمنطقة وتظهر معها مهن موسمية جديدة. أنا الخدمة ديالي هنا كنديرو مونيتور، كندير مونيتور مع السياحة اللي كيجيبوا ولادو كيبغي يتعلموا داك الشيء، كندير مع مونيتور كنخدم بالسوايع. حنا في أوكيمدن كنخدم مع التوريزم، الا ما كاينش الثلج الناس التوريزم ما كيجيش لوكيمدن. حنا وكاين ملي كيدوزو التوريزم كيجيو كيكون الثلج كيستقبلوا، كنستقبلوا بزاف الناس في كاين الاستقبال ملي تيكون الطريق مسرحه وكاين الناس الطريق بين الناس من يجي ولا تيطلعوا الناس يجيو. ايوا هادشي اللي كاين. انت شنو كتكري هنايا؟ تنكري السكيات ولا لوجو ديال الدريسور ديال البلاستيك والطوموبيله ديال الدريسور هما هادشي اللي عطاها. وكتنتعش شويه فهاد ايوا شويه الحمد لله شويه اللهم لك الحمد. أوكيمدن هي وجهة رياضة التزلج بامتياز يتوافد عليها السياح من كل أرجاء المملكة للاستمتاع بجمال مناظرها وممارسة هواياتهم المفضلة. أختي جينا هنا لأوكيمدن، أنا أصلا ولد كازا، جي من هنا بغي نشوف الأجواء هنا كي دايرة، عجباتنا معاك كنشوفوه في الشاشة هذاك الشيء منظر زوين. المهم حنا جينا هنا غير باش نبدلوا لومبيونس هنا ونشوفوا الأصدقاء هنا. لهذيك بالنسبة للمنطقة اش غادي نقول لك، كلشي اختي منظم، كلشي منظم، كلشي على حق وطريقو. جينا لأوكيمدن باش نستمتعوا بهاد الطبيعة الخلابة اللي عندنا هنا في المغرب، تبارك الله طاح الثلج كثير هاد الويكاند هادي. المهم جينا نشوفوا مغربنا الزين، نشوفوا الخير اللي عطانا الله. جينا هاد السبت والحد مع كاين الثلج في لأوكيمدن، جبنا الدراري يديروا السكي ومنها نشوفوا المناظر الجميلة ديال الثلج ونجو نشوفوا لوكيمدان ونتعاونوا هنايا مع الناس ديال لوكيمدان ونديروا الحركه معاهم. جينا مدينه تطوان تبارك الله، اش نقولوا المنطقه مزيونه بزاف، واللي يجي زعما والله ما يكره يسخى بها ويمشي منها، والمنظر هنا جميل بزاف. بالرغم من قساوة المناخ والانخفاض الشديد الذي تشهده درجات الحرارة والذي يفوق في بعض الأحيان 10 درجات تحت الصفر، يظل الموسم الشتوي مرادفاً للانتعاش أو لانتعاش القطاع السياحي هنا بمنطقة أوكيمدن والإقبال الكبير للسياح المغاربة والأجانب لممارسة الأنشطة الرياضية. كلتوم الحسنة وفيصل أبروش، ميديا أنتيفي، أوكيمدن.